كل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين بلبنان والعالم. بدنا نوجه تحية خاصة يلي عم يشوفونا بالسويد مني ومن سيادة المترامر يوستينوس بولو السفر. أول شيء المجد لله دائما لله. حضرتك راعي أبراشية زحلة والبقاع لكنيسة السريان الأرثوذكس. بدك تقول لهم شيء للي عم يشوفونا بالسويد؟ في عنا كثير رسائل وإيميلات واتصالات. بنقول لهم أول شيء تحية كبيرة لألون، ونقول لهم هلا بس ما تخلص الكورونا لازم يرجعوا لكنايسهم بنفس الهمه اللي كانوا فيها قبل. نعم. ما يفتروا ويبردوا. ويلي عم يشوفونا بالسويد هن جاليه كثير كبيره من السريان. نعم. كل التحيات لهم. اكيد كل تحيه كبيره لهم. قبل ما ننتقل لموضوع اخر، ضيق الوقت بالحلقه الماضيه ما قدرنا نحكي شوي عن الزخرفه. نعم. بقلب الكنيسه. نعم. السريانيه الارثوذكسيه. نعم. بالفن السرياني يلي من خلاله كمان عبروا عن إيمانهم وصار جزء كمان من هويتهم. اشتهروا السريان بالرسم سواء على الورق أو حتى على القماش وبالزخرفة عليه. واشتهروا بالأكثر كمان بالمنمنمات، نسميها المنمنمات، وهي الرسوم التي كانت ترسم على الكتب المقدسة يلي كانوا عم ينسخوها. فكان بين إذا بدك بين إنجيل وإنجيل، بين سفر وسفر، بين فصل وفصل، يرسموا إيقونات لكن يرسموها على الورق أو على القماش حسب عشو كان عم يكتب الإنجيل. هيدي يمكن بمصر أكثر، عنا هون كانت على قماش أو على شيء أو حتى على ورق البردي، استعملت في مكان ما كمان بدورتنا بمصر. وهيدي كانت الحقيقة حفظت لنا الإيكونوغرافية السريانية عبر العصور. يعني هي مثلا انحفظت، كان أسهل حفظة منك تحفظ لوحة كبيرة، انحفظت بالكتب المقدسة، تخبت بالبيوت، تخبت بالأديرة حتى ما تنحرق ما هيدا. وفي اليوم عندنا أهمها هو إنجيل رابولا اللي بنشوفه كتير موجود، يعني بنحكى عنه كتير، وبتشوف هالمنمنمات المرسومة والصور الإيقونات اللي بنسميها منمنمات لأنه كتبت على أشياء صغيرة، لكنها الحقيقة استعملوا كتير منيح الظل والصورة والضوء والهدى ليعبروا عن أشياء لاهوتية وعن إيمانهم من خلال هذا الأمر. استعملوا أيضا النحت على الحجر والنحت على المعادن مثل النحاس وغيره. كمان هيدي انحفظت بالأديرة وبالكنائس وحتى بالأبنية، عبروا من خلال كمان عن إيمان من خلال صلبان أو صور أو رسوم قديسين. نعم. أو رسوم بتدل على الإيمان المسيحي. المنمنمات كلمة سريانية أو عربية؟ بتصور عربية. بتصور عربية منمنمات. نعم. إذا بدي أرجع شوي للقداس. نعم. البرشين يلي بيتقدم يعني. نعم. ليتناول المؤمن. صح. المناولة شبيه بأي يعني بالغرب أم بالشرق؟ بالغرب يستعملوا الخبز الفطير. نعم. أو يستعملوا الفطير مش الخبز، نحن بنستعمل الخبز يعني اللي هو المخمر. تاني شغلة عنا بنستعمل برشانة بتكون مدورة كالعادة مثل كتير من الطوائف، لكن بيجي على تنعمل من الكاهن أو من الخورية أو من حدا معين، وبتكون أو من الرهبات مثلا، وبتكون شكلها دائري وفي له ختم معين. هذا الختم عبارة عن 12 قطعة بنسميها غمرثو يعني جمرة، وكل واحدة عليها رسمة صليب، وبتعبر عن 12 رسول، وبالنص هيك بيجي معمولة بشكل صليب وفيها 4 فتحات بتنعمل يلي هي بترمز لجروحات المسيح الخمسة، ومدورة لأنه بترمز لكل العالم يعني. نعم. وهيدي عادة هي اللي بنقدمها نحن، بنحطها بكاس أو بصينية الأربان لحتى تتقدس وبعدين تتقطع وتتوزع للمؤمنين. بتكفي وحدة لكل؟ لا أكيد لا بدك تنعمة كتير يعني، بس لا عادة نحط نحنا واحدة 2 أو 3 أو 5 أو 7، ما بنحط أرقام إلا أرقام فردية يعني. نعم. وما تبقى بيخدن الكاهن يعني؟ ما تبقى في منه بنحفظ للقداس اللي بعده مثلا للمرضى للمدنفين يعني المحتضرين أو شيء، بنحفظ قسم منه والباقي لازم يتاكل من قبل الكاهن. وينحط بعدين ببيت الأربان ينحفظ قسم منه. ما بعد ما خلصنا هالمعلومات عن الزخرفة والمميزات المناولة، في شيء بعد بدنا نذكره بالقداس؟ تصور هيدا كافي. نعم. للعالم. نعم. تعرفوا. نعم. رح نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع للكنيسة مع العلمانيين دورة والانتشار الحديث للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
سبيون حطينو سبيون طينو سبيون حطينو سبيون طينو وعلفو دشبون سوتونو سبيون حطينو سبيون طيبنو وعلفو أحيدنو دشبون سوتونو ويلي عالتحتت ويلي تلوتوبت ويلي منتابع نحن وياكم نتعرف أكثر وأكثر ونغوص على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. إذا بدنا نحكي عن دور العلمانيين مع الكنيسة، هل هو مترابط؟ هل في يعني طرق مختلفة عن الكنائس الأخرى بنشوفها؟ كيف بتفسروها؟ نعم، عندنا بكنيستنا السريانية في نظام خاص، يعني دور العلماني عندنا مقنون بنظام خاص اسمه نظام المجالس الملية. يعني العلماني له دور كتير بالكنيسة، بقلب الكنيسة بكل الرعية في مجلس علماني أو بقلب الأبرشية بيكون هذا المجلس، حسب إذا مثلا أبرشية ضمن مدينة واحدة أو منتشرة بيكون في أكثر من مجلس. دور هذا المجلس هو مساعدة المطران، إذا عم نحكي كمطران، أو مساعدة كاهن الرعية في إدارة الأمور
الخاصة بالكنيسة، خاصة الأمور المالية. مثلا نحن أمور المالية كلياتها صحيح تحت إشراف الكنيسة، لكنها تدار من مجموعة علمانية اللي هي هيئة كنسية تعين أو تنتخب حسب القانون يعني. وشغلتها هيدي إنه تهتم بموضوع إدارة المال، إذا في مدارس، إذا في مؤسسات صحية، إذا في مأوى، في شيء أو دار أيتام، فهيدي تدار هالقصة، يساعدون في إدارتها. نعم. الشيء الثاني كمان عندنا في التعليم المسيحي، كمان عندنا شيء ما يسمى بمراكز التربية الدينية، كمان في دور العلماني بهذا الخصوص بيساعد بالتعليم. يعني اليوم مثلا مدرسة الأحد عندنا أو مركز التربية الدينية صحيح في المطران والخوري، لكن أيضا البرامج وإدارة البرامج والتعليم يدار أيضا من قبل العلمانيين، اللي هن أكيد ناس مميزين، ناس متعلمين، ناس دارسين، ناس بيعرفوا الإيمان السرياني أو الإيمان المسيحي، بهن موجودين. فهذا دور كمان يعطى للعلماني. أيضا بالترتيل أكيد مثل كل الكنائس، جوقات يعني، وأكيد الجوقات هي كمان جزء، لأنه كمان هي علمانيين عم يديروها. مثل ما قلت لك أنه كل هذا العمل، خاصة عمل الهيئات الكنسية، الهيئات العلمانية بقلب الكنيسة، مقنون موجود عندنا بالقانون منذ زمن طويل، يدار أو موجود بالقانون، وهذا هو اللي حدد دور وعمل وطبيعة عمل هذا العلماني بقلب الكنيسة، بشكل أنه لا الخوري أو المطران قادرين يتصرفوا بكل شيء بالكنيسة، ولا العلماني أيضا قادر يتصرف بكل شيء، يكون العمل ماشي متوازي سوية مع بعضهم، أكيد للخير العام وما في مصلحة الكنيسة والمؤمنين. طيب في كشافة بيكون بالكنيسة؟ في نعم. أطفال بيتدربوا؟ هلا الكشافة نحن عنا هو عمل هو عمل كنسي ضمن الكنيسة، في كشافة، لكن هذا عمل اجتماعي للكنيسة. نعم. أكيد هذا هو كمان عمل علماني، أكيد الكشافة كمان هي جزء مؤسسة علمانية موجودة بالكنيسة، مدعومة من الكنيسة، مغطاية من الكنيسة، لكن كمان عم تمشي بمنهج كشفي عندهم خاص فيهم. طيب التدريب على يعني التعليم المسيحي خاصة مع غيابه بالمدارس اليوم، نعم، كمان من ضمن عمل العلمانيين عندنا طبعا، غير إذا موجود بالمدارس موجود بالمدارس. حتى لو موجود بالمدارس نحن عندنا بالبتركية كان في عندنا شيء اسمه دورات لاهوت، نعم، نجمع أشخاص أو معلمين من كل الأبرشيات على قلب الشرق الأوسط، وهتنعمل شيء شبيه إلى بأوروبا مثلا، ليجوا يخضعوا لدورات تعليم لمدة شهر مثلا بالسنة، لحتى يتجددوا دائما بالتأهيل، واللي جديد فيهم يتأهل عن جديد، لحتى يكونوا قادرين يقوموا بدورهم في تعليم الأطفال والشبيبة بالكنائس. نعم. بعد أن شيء عن العلمانية بدنا نقوله؟ طبعا احنا اكيد العلمانية موجودة ومفضلة بالكنيسة، لكن اكيد الاتراك لما نرادوها بالكنيسة بنهاية القرن ال 19 وبداية القرن ال 20 ما كانت اهداف منيحة، كانت اهداف مبيتة، انه لحتى ياخذوا السلطة من ايد الكليروس ولحتى يفرغوا الكنيسة من ابنائها، سحبوا وسلموا كل شيء للإدارة، حتى يعملوا نوع من الصدام ما بين الكنيسة ككليروس وما بين الشعب وما بين العلمانيين. الكنيسة اكتشفت هالنوايا عنا بالحقيقة، والبترك أفرام الأول برسوم المثلث الرحمات لما صار بترك كان مدرك تماما لهذا الدور المبيت للأتراك، وكانت خلصت وقت الإمبراطورية العثمانية سنة 1933 لما استلم، فعمل قانون ودستور نظم فيه عمل الكنيسة وعمل العلماني وحدد الأدوار، وبالتالي أنهى هذا الخلاف اللي كان ممكن يكون مستحكم بين الكنيسة وأبنائها. نعم. إذا بدنا نعد البطاركة على هذه الكنيسة، كم بطرك صاروا للعام 2021؟ عندنا 123 بطرك، يعني هذا البطرك الحالي هو الرقم 123. حلو، يعني كنيسة ابتداء من مار بطرس، طبعا نحن بنعتبر أول بطرك بكنيستنا، نعتبر مار بطرس الرسول هو مؤسس بطرك، مؤسس كرسي أنطاكيا، ونعتبره أول بطرك أو أسقف عليا. خلينا نحن وياك هلأ ننتقل لموضوع آخر، موضوع كمان بهم كل الناس خاصة المنتشرين من السريان الأرثوذكس. نعم. إذا بدنا نحكي عن الانتشار، نعم، خاصة بالتاريخ الحديث، صحيح، وين صرته؟ الانتشار نحن عنا بلش، إذا بدك أول من بلش يسافر كنا بلشنا بال 1860، لكن كان انتشارنا وقتها شوي داخلي، يعني من دولة لدولة كانوا ضمن الشرق الأوسط، لكن 1895 كان أول الانتقال بالحقيقة، مثل ما ذكرت في حلقة ماضية كان في هجرة كبيرة لأهل ديار بكر لصوب أمريكا، ومن بعدها كمان نتيجة الضغط الإمبراطورية التركية يعني العثمانية صار في هجرات كثير صوب أمريكا الجديدة أو الأرض الجديدة بيسموها أمريكا والبرازيل والأرجنتين وكل هذه المناطق وكندا،
وزاد، وهذا كان من صوب أكثر شيء من تركيا ومن بعض مناطق بسوريا مثل حمص وغيرها وبعض مناطق العراق. هذا الانتشار أو هذا السفر إذا بدك والهجرة زادت إلى خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كمان كان في ضغط لأنه كان في فقر، صارت الناس تهرب وتشاف تسافر وتهجر وهيك. نعم. أما من تركيا الهجرة الكبيرة الحقيقية كمان بلشت سنة 1960 لما بلش يروحوا الألمان بعد الحرب ياخدوا أتراك ليشتغلوا عندهم لإعادة الإعمار إذا بدك بعد الحرب العالمية الثانية، فصار في كتير من السريان انتقلوا معهم للعمل بألمانيا، وبعدين انتقل منهم قسم للسويد وبلشوا شوي شوي يسحبوا عيالهم. زاد العدد كتير بهذيك المناطق بأوروبا، واليوم عندنا 7 أبرشيات موجودة، أبرشيات عامرة وكبيرة بأوروبا غير الأبرشيات يلي بأمريكا. بأمريكا بلش الهجرة مثل ما قلت لك بالثلاث بالأواخر 1900 وآخر القرن 19 وبداية 20، خاصة سنة 1930-1940 مع الهجرات اللي صارت حتى من لبنان، يعني صار في كتير هجرات من ضيع حمص ومن قراها ومناطق هيدي صوب أمريكا، فصار في وجود كبير كمان بأمريكا. بس بأوروبا من بعد 1800 ما كان في عندنا كتير توجه لأوروبا، بعد 1960 بلش هذا الانتشار وبلش يزيد ويكتر كعدد. اليوم الأبرشية الأكبر هي بالسويد بتصور العدد، إيه من حيث العدد السويد. نعم. وفي عندنا بألمانيا عندنا حوالي 60 رعية، 60 كاهن بألمانيا. نعم. السويد هن من لبنان عراق وسوريا مش هيك؟ أكثر شيء بلشوا، لا الهجرة بلشت من تركيا. بعدين أثناء الحرب اللبنانية من لبنان 95 بلشوا سريان لبناني فلو، بعدين كمان بلشوا من سوريا، وخلال حرب العراق راح كتير كمان من العراق، وأثناء الحرب السورية رجع كمان فل كتير من سوريا. يعني اليوم إذا فينا نقول أبناء الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية مثل الأغصان بلشوا ينمو بكل دول العالم. نعم. والانتشار أكيد هو ما كانت علامة خير بالبداية، لأنه هجرة معناتها أنت عم تهاجر من ضيق، عم تهاجر لأنك مش مرتاح ببلدك. صحيح. يعني ما هي علامة صحة مثل ما بيقول، لكن بالنتيجة السرياني وين ما راح سعى ليجمع حاله. هلأ في شيء بأوروبا صار هو شيء سلبي لكنه كان إيجابي. السلبي انه بعض الاوروبيين نتيجه اذا بدك نوع من العنصريه او نوع من عدم القبول الاخر، حتى ما سميه عنصريه ابدا، من القبول ما قبلوا كثير الناس اللي اجوا لعندهم هنيك، فهذا ادى الى اعاده تجمع السريان بمناطق. يعني في البدايه صار في انتشار سرياني بمناطق وبلشت العيال تضيع، لكن الرفض ومن ميله ثانيه كمان اللي هو عدم قدرة السرياني على قبول عادات الغرب، خاصة في الأشياء اللي تخص العيلة والإيمان والقصص هذه. نعم. فرجع السرياني مرة تانية عمل تجمعات ضمن هذه البلاد، طبعا مش 100% بس صار في تجمعات كبيرة، وهالتجمعات قدرت عمليا خلال هالفترة 50 سنة تحافظ على وجودها واستمراريتها وحافظ على إيمانها، وعمروا كنائس وكانوا بالحقيقة كتير سخات في الصرف. يعني مثلا نحن ما تحصلنا على مساعدات من كنائس الغرب، مثلا الكاثوليكي الموراني هذا لما راحوا على الغرب تساعدوا من قبل الفاتيكان ومن قبل الكنائس الكاثوليكية الموجودين من خلال إعطائهم كنائس وأديرة، نحن ما حصلنا على شيء، كله اشتريناه من مالنا. كل المؤمنين كانوا يدفعوا من مالهم قبل ما يشتروا بيت لألهم، كانوا يحطوا مصاري ليدفعوا ليعمروا كنيسة. وإلا اليوم وجود مثلا خلال 30-40 سنة بتلاقي لك 100 كنيسة معمرة وضخمة وإلى آخره بهالاغتراب، ما هي شيء طبيعي بالحقيقة. يعني تحس إنه في شيء غير طبيعي، وهذا جاي بالحقيقة من إيمانهم، من إيمانهم ومن رغبتهم إنه يحافظوا على الكنيسة. ليه؟ في سبب آخر، إنه الكنيسة بالنسبة لنا هي هويتنا. يعني نحن لليوم تركنا معنا، ما تركوا لنا بهالمناطق نعمل بلد، ولا تركوا لنا نعمل مدينة، ولا تركوا لنا يعني كل شيء حوالينا عم يخربنا. فهذيك صارت الكنيسة هي هويتنا، لذلك لجأنا للكنيسة نحافظ على إيماننا ونحافظ على لغتنا نحافظ على هويتنا، ليضل اسمنا نحن سريان أرثوذكس مستمرين بالحياة وقادرين نحافظ عليه. الكنيسة هي صفت المكان الوحيد القادر نحن القادرين من خلاله نحافظ على استمراريتنا وشهادتنا لإيماننا ولرسالتنا ولمسيحيتنا. رح نتابع معك سيدنا إنما بعد هذا الفاصل بالجزء الأخير. قبورتي
إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة مع سيدنا سفر. العلاقة ما بين المقيم في لبنان خلينا نقول أو سوريا وبين الانتشار، لأنه البطريركية بسوريا، وبين الانتشار اللي موجود بالعالم خاصة بأوروبا وبأمريكا. ما سمعنا في شيء بأستراليا، ما في أبرشي؟ بلا، في عنا أبرشي، في أبرشي بأستراليا. نعم. بالشرق في، قلتوا في بالهند. نعم، بنا بالهند هناك كنيسة كبيرة كتير بتعد شي 4 مليون نسمة. نعم. طيب، العلاقة بين المقيم وبين المنتشر؟ العلاقة منيحة. الكنيسة بالحقيقة ما تركت أولادها، يعني أولادها حتى ما تركوها، حتى نكون منصف، يعني كل شيء هاجر خاصة من مناطق تركيا، حتى نكون هيك دقيقين بالحكي، مناطق طرع عبدين هاجروا. أول شغلة فكروا فيها أنه يعملوا كنيسة، أول شغلة فكروا فيها أنه ما يضيعوا أولادهم بالاغتراب، فدفعوا مصاري واشتروا كنايس أو استأجروا وصاروا يراسلوا البطريركية ومطارد الشرق أنه بعتولنا كهنة، بعتولنا خوارنة،
وصاروا يتكلفوا بجلب يعني يحطوا مال حتى يعملوا إقامة وأوراق رسمية لهذا الكاهن اللي بده يجيبوه لحتى يأمنوا استمرارية لهالرعية ويكون في قدرة أنه هالرعية تكون حاضرة وأنه أولادهم ما يكونوا عم يضيعوا بهذا الغرب وخاصة الغرب العلماني إذا بدنا نسميه. ففي جهد كبير بذلوه. هيدي أول وحدة ونجحوا الحقيقة نجحوا ومش بس نجحوا في إطار الحفاظ على كنيستهم، نجحوا حتى في الاندماج مع بالمجتمع يلي هن فيه مع الحفاظ ضمن الممكن على هويتهم. وهيدي بالحقيقة سبقوا فيها كثيرين من الكنائس الشرقية اللي هاجروا. أكثر كنيسة حافظت على وجودها واستمراريتها وعلاقتها مع الكنيسة الأم هن السريان الأرثوذكس، يمكن كمان لأنه هنيك مثلا اللي يروح من الكاثوليك والمويرني بيلاقوا أسهل يروح يصلوا بكنيسة كاثوليكية مثلهم، ما عندهم هالهم بقى يلا يعملوا كنيسة ولا يقول لك خلص نعم. بنكفيك مع الوقت أولادهم بيصيروا مثلهم بيندمجوا بالمجتمع الثاني. نعم نحن لا أصرينا أنه نحافظ على هويتنا، مش لأنه مختلفين بالإيمان على غيرنا، نحن نفس الإيمان، لكن لأنه عندنا شيء خاص فينا. الكنيسة جربت أنه المؤمنين بالحقيقة حتى قال لك يعني هالمبادرات مش بس كانوا الكيروس اللي عاملينها حتى ننصف نكون دقيقين، العلماني هو اللي سعى فيها، العلماني هو اللي ركض ليجيب الخوري، هو اللي دفع من جيبته ليشتري أديرة، هو اللي دفع لحتى وساهم وركض ليعمل جمعيات وليعمل مؤسسات وليشتري كنايس. فكان هذا الموضوع بالحقيقة ملفت وعبر قديه هذا الإنسان السرياني الأرثوذكسي اللي حتى راح للمغترب هو بعده محافظ على إيمانه وبعده يسعى لحتى يربي ابنه مثل ما تربى هو. أكيد في شيء اختلفت في شيء تغيرت لكن الجوهر كان مهم. أما علاقتهم مع الكنيسة مثل ما سألتني حضرتك مع الشرق إذا بدك ومع البطريركية ومع كنائسهم هون ومع أرض الآباء والأجداد بتصور بعد قوية. يعني هن دائما على تواصل مع الكنيسة ومدوا الكنيسة بالفترات الأولى وخاصة لما الكنيسة مثلا هون بلبنان بأثناء الحرب ولا بسوريا بالحرب ولا بالعراق ولا بتركيا دعم مادي مدوها قد ما بدهم، مش بس دعم مادي مدوها حتى دعموها سياسيا، كانوا على تواصل مع الدول مع الهيدا. وشغلة ملفتة للنظر انه هنيك نجحوا بالاقتصاد، فاليوم السريان يشكلوا كتلة اقتصادية مهمة بالسويد وبألمانيا وصار في منهم متمولين كبار وعندهم شركات وناس مهمين وبكل القطاعات. وأيضا في السياسة، اليوم مثلا بالسويد عندنا 6 نواب، كان عندنا وزيرين، عندنا بألمانيا رؤساء بلديات، في ناس حاضرة في السياسة، بالتالي اندمجوا مع المجتمع المحلي فاتوا بأحزابه ونجحوا ونشطوا. وهنيك البلاد كتير منيحة أنه بلاد تفتح للكل، ما هي بلاد قائمة على إثنيات وبلاد قائمة على 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 توزيع طائفي مثل ما عندنا هون ببلادنا أو بلبنان خاصة. هنيك لا، بلاد مفتوحة الناجح ينجح. فبالحقيقة بتروح هنيك تشوف السريان وزراء نواب، بتشوفهم رؤساء بلديات، بتشوفهم رؤساء أدوار بأحزابهم. أنا شفت شخص عندهم تعرفت عليه كان إيده اليمين لسبيكر مان بالسويد لرئيس نعم. البرلمان بالسويد، يعني وكان شغلة غريبة إن هو اللي يدير كل الجلسات. فأني شفت وهذا كان شاب لبناني هون من بيروت. فاندمجوا بالمجتمع، نجحوا بالاقتصاد، نجحوا بالسياسة، وما ما قطعوا علاقتهم مع بلادهم. وعلاقتهم مع البتركية أيضا هي ممتازة، حتى في الرياضة عملوا أندية رياضية وصاروا من الدرجة الأولى بالرياضة، حتى كمان إذا بدك مش بس بالسياسة وبالرياضة حتى بالسياحة. صار مثلا تروح على السويد بعض المناطق بقلب ستوكهولم أهم المطاعم وأهم القطاعات السياحية مستلمين السريان. وعشاكلته كمان بألمانيا، عشاكلته حتى بأمريكا، بالتالي هذا بالحقيقة مفخرة. طيب حضرتك زرت هذه المناطق. نعم. اللغة اللي بيتحدثوا فيها بين بعضهم سريانية. هي سريانية. نعم مثل الأهل بالبيوت يعني. نعم مثل أهل بالبيوت. ولحتى يحافظوا على لغتهم السريانية تصور شو عملوا، أنشأوا تلفزيون، تلفزيونين هلا صاروا 3، وهي تتحدث باللغة السريانية تقريبا بشبه كامل تقريبا، لحتى واللغة باللهجة التورانية طبعا اللي عم تنحكى بالبيوت. نعم. لحتى تضل في استمرارية ولحتى الواحد يصير عنده يضل يسمع لغته ما ينساها. هي كانت شغلة كتير مهمة، ومن خلالها صار في استمرارية حتى نسمع للأداديس، نسمع الصلوات، ناس مش تروح على الكنيسة بتسمع القداس، تسمع شيء. وكمان اليوم نحن أنشأنا في البتركية كمان تلفزيون باللغتين السريانية والعربية لنقدر نضل متواصلين مع أبنائنا في الاغتراب والانتشار السرياني. سيدنا اليوم الانتشار في الأمريكيتين وأوروبا وأستراليا. نعم. يعني شو المطلوب من المنتشرين اليوم
العودة إلى الجذور، البقاء مطرح ما هن، الدعم المعنوي، شو المطلوب؟ الكنيسة بالحقيقة ما عم تقول لهم لا رجعوا ولا ضلوا، هيدي بتركها لخيارهم الشخصي، بس نحن بنقول لهم حافظوا على إيمانكم بالدرجة الأولى، حافظوا على تاريخكم، حافظوا على أولادكم. نحن بالنتيجة بنحمل تقليد إيماني مهم، بنفس الوقت نحن نحمل هوية منيحة عمرها 5000 سنة، هوية أرامية سريانية. هيدي يمكن صرنا ببعض الدول مستحثات لما نحن نقلنا عم نحكي لغة المسيح، أو بنقول نحن مثلا سريان آراميين مثلا، بيقولوا إنه الآراميين بعدكم بعد في موجود، بعد في استمرارية، فصرنا بالنسبة له مثل الهنود الحمر بأمريكا، أو مثل شعوب المايا ببقايا المايا بدول أمريكا اللاتينية. نعم. فهيدي بالحقيقة مهمة. نحن بنقول للمغترب إنه جربوا تحافظوا على هالهوية. يمكن بأوروبا في قدرة أكبر للحفاظ، بأمريكا البلد بيبلع، لذلك بأمريكا التحدي أكبر، لكن نشكر الله كنائسنا موجودة، عندنا عشرات الكنائس المنتشرة والأديرة، وبعد الكنيسة مستمرة، لكن بدك في جهد كبير وتحدي كبير للقدرة على استمراريتها. اليوم من خلال الوسائل الإعلام يلي عم تنشأ وعم تكبر للسريان، في إقبال عليها من غير اللي بيحكوا سرياني؟ يعني في ناس حابة تشتغل في هذه المؤسسات ولو ما بتعرف سرياني، أو لازم يكون يعرف سرياني؟ لا، هو بالحقيقة لا، في إقبال من الناس ما بتعرف سرياني، بس أنا اكتشفت أنه عم يتعلموا سرياني. يعني أنا هون من أبرشيتي بزحلة، بالحقيقة كانوا هن جذور السريان الزحالني، هن ضيع قرى ماردين وما بيعرفوا سرياني، وبالحقيقة ما بيعرفوا سرياني لأنه مثل ما قلت لك كان اللي كان بيحكي سرياني أيام تراك كانوا يطشوروا لسانه، لذلك كانوا يحكوا عربي. فهون عندي هون أغلبهم من غير، بس شفت بعدين من هدول الجماعة السريان زحلة اللي راحوا للانتشار خاصة السويد وألمانيا تعلموا سرياني. تعلموا لأنه حسوا أنه هن عندن هوية، أنه هن ينتموا إلى تاريخ طويل، ينتموا إلى تراث طويل، إلى تقليد طويل عريض عبر التاريخ، فهن ما هن أنه حرف ناقص، فبلشوا يرجعوا يتحمسوا، عم يرجعوا يحكوا لغتهم السريانية ويحسوا أكثر بانتماء لجماعتهم ولبيتهم ولكنيستهم. إذا بدنا نختم هذه السلسلة معك، شو بتقول اليوم للسريان المنتشرين وللسريان المقيمين؟ أنا بقول للمقيمين نحن رح نجرب نسبة قد ما فينا، أنتوا حد الكنيسة والكنيسة حدكم، ودائما بأي عصر في دائما تحديات كبيرة، رح نجرب سوا أنه نوقف حد بعضنا لنقدر نستمر، لأنه استمرارنا هون بهالشرق هيدا أرض أبائنا وأجدادنا. أما المغتربين بنقول لهم كمان أنه أول شيء ما تستحوا بهويتكم، تاني شيء حافظوا عليها، لأنه هالهوية بتربي ولادكم، بتحافظوا على عيالكم، إذا ولادكم ضاعوا بتضيعوا أنتوا كمان. كل ما قدرتوا حافظتوا على الكنيسة وحافظتوا على هويتكم المسيحية السريانية، عم تكونوا عم تمجدوا الله بالدرجة الأولى، وعم تحافظوا على إيمانكم، وأكيد عم تحافظوا على أولادكم، وأكيد في تحديات كبيرة، لكن بدنا كلنا نجرب ونجاهد لحتى نغلب هيدي التحديات، وآخر شيء نمجد الله ونثبت بإيماننا وبكنيستنا. سيدنا، بنهاية هذه الحلقة أو الحلقات كمان يلي ترافقنا فيها سوا، نحن بدنا نشكرك ونقول لك شكرا على هذه المعلومات اللي غرفناها منك، وأكيد بعد في كتير قصص فينا نضوي عليها، إن شاء الله بحلقات مقبلة. إن شاء الله. أنا أحب بالحياة بتشكركم كمان، بتشكر الالتفادة من تلفزيون الأوتيفي اللي اهتمت بهالكنيسة وبهالطايفة يلي بنحس انه نحن مهملين من باقي القنوات الاخرى اللبنانيه، يلي ابدا ما عم يطلوا علينا، ما عم يغطولنا، ما عم يعرفوا الناس عننا، مع انه نحن هالطائفه هي واحده من مكونات لبنان الاساسيه، واحده من الطوائف المؤسسه للبنان، التركيز دائما عم يكون على الطوائف الصغيره وفي تعتيم علينا نحن. فانا بشوف هالالتفاته بالحقيقه من حضرتك ومن البرنامج اللي عملته ومن تلفزيون الاو تي في، انا بقدرها كثير، وبتمنى انه ينعدوا او ينحسدوا منك او يعملوا مثلكم ان شاء الله. شكرا لك على هذه الثقه سيدنا ماريوستينوس بولو السفر، راعي ابرشيه زحله والبقاع، لكنيسه السريان الارثوذكس الانطاقيه. بالنهايه ما فينا ما نقول الا موريو باريخ الخون.
شينو